أبنائنا الطلبة على موعد مع الحصة الأولى لبداية عام دراسي جديد، ومع التحضيرات المدرسية من قبل الأهل من ملابس ومستلزمات الدراسة، اصطدموا بأمر واقع مخالف للعادة الدراسية، وهو ضرورة شراء الكتب لأولادهم بالوقت اللي من واجب الجهات المعنية توفير هذه المتطلبات مجانا للطلاب. لكن هاي السنة تختلف عن اللي سبقتها، سنة جديدة بكتب قديمة، هذا اللي جاءت به وزارة التربية عند تصريحها بنظام استرجاع الكتب اللي حتما ما راح تفي بالغرض ولا تسد احتياج كل الطلاب في حال كانت صالحة للاستخدام مجددا. وبالتالي الحلول اتجهت إلى مدخرات أولياء الأمور بصرف ما بجعبتهم على شراء الكتب، ووزارة التربية تلقي ذرائع عدم توفير الكتب بغياب الموازنة للعام الحالي. إذن الطالب اليوم أمام تحدي كبير منذ بداية السنة، ومن هنا لازم يوجه اللوم والعتب على وزارة التربية بضرورة معالجة هذا الأمر، وإلا هناك بعض الطلاب اللي لا يملكون شراء حقيبة مدرسية، فكيف راح يواجه هذه المشكلة الجديدة اللي من الممكن أن تدخل في زنزانة الجهل بترك المدرسة لعدم استطاعته توفير مقدار من المال واستكمال احتياجاته. إذا المشاهدين الكرام، بعد ما رجعنا من تقرير إحدى التداعيات السيئة لمرحلة ما بعد 2003 ما بعد الاحتلال الأمريكي على العراق، هو انحدار المناهج التربوية في المدارس العراقية. طبعا التغيير والتطوير هو مطلوب، ولكن ويعتبر طبعا أحد أقطاب التطور العلمي، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه لا يكون هذا التطوير وهذا التغيير هو يضر الطالب ويضر بمصلحة الطالب. السنوات الماضية شهدت تغييرات مستمرة بالمناهج التربوية، استحدثت مواد وانحذفت مواد وغيرها من التفاصيل، كانت تغييرات مستمرة. هذا التغيير هو أرقى بضلالة على الطالب، وهذا كله بحجة أنه هو مواكبة التطور الحاصل في بقية البلدان. إذا احنا نريد تطور بمسألة الدراسة والتعليم وغيرها من الأمور، ليش لا ما تكون التطورات هي من ناحية الأبنية المدرسية؟ ليش لا ما يكون من ناحية المستلزمات اللي يحتاجها الطالب، من ناحية توفير بيئة ملائمة ومناسبة للطالب؟ ليش لا ما تكون هذه الأمور متوفرة؟ احنا نروح رأسا على او مباشرة على موضوع المناهج. طبعا هنا الطالب يشكو من صعوبة المناهج، يشوف انه هذه التغييرات انه لا تصب بمصلحته، وانه مواد هي تكون ما تناسب اعمارهم، مثلا مادة الرياضيات، مادة العلوم، مادة اللغة العربية، هذه امور ما تناسب المرحلة الاول او الثاني او الثالث، هذه امور كانت تؤخذ، والمواد اللي موجودة كانت تؤخذ في الصف الخامس. احنا كنا نتذكر، والاهل الان كل اللي دا شاهدنا يشوف انه صف ثاني عنده مواد بالعلوم هي نهائيا ما تناسب عمره، ما راح يقدر يستوعبها الطالب، هي كلها مواد الصف الخامس والسادس ابتدائي. إذا يجب أن لا تكون هذه التغييرات هي مضرة للطالب. طبعا التغيير المستمر بالمناهج وتحديث المناهج من قبل المديرية العامة للمناهج، هذا يدل على أن هناك عشوائية، هناك سوء تخطيط من قبل المعنيين بهذا الموضوع، لأن هناك تغييرات مستمرة، بالإضافة لأنه هذا الموضوع إضاف مشكلة جديدة إلى المشاكل اللي يعاني منها العراق من ناحية الناحية المدارس، ويعني العملية التربوية والتعليمية بصورة عامة. هنا التلاميذ شكوا من تغييرها مناهج، صعوبتها، بالإضافة لأنه عدم تأهيل الكوادر التدريسية لهذه المواد، عدم دخولهم إلى دورات، يعني هذه كلها أمور تحتاج إلى وقفة جادة، بالإضافة لأنه هي أثقلت كاهل التلميذ والكادر التدريسي، وبالإضافة إلى العوائل والأهل اللي هم عانوا من هذه المشكلة. شلون؟ انه اضطروا ان هم الى ادخال التلاميذ الى المدرس الخصوصي، البحث عن مدرسين خصوصيين حتى اولادهم يعني يفهمون الماده بصوره صحيحه يستوعبوها. هنا نتفعل دور المدرس الخصوصي، ليش؟ لان الماده هي ما تكفي، يعني الحصة الدراسية ما تكفي المادة اللي تنطيها أو ينطيها المدرس، بالإضافة عدد الطلاب بالصف هو عدد كبير، المعلم يقدر يستوعب الفوارق بما بينهم. هنا بالإضافة إلى إجبار أو يجب أنه المنهج يكمل إلى نهاية العام،
هنا ما نقدر انه هي تتوفق هذه الآلية او تعمل هذه الآلية بصورة صحيحة، الاهل يضطرون الى وضع المدرس الخصوصي. هنا الموضوع بحاجة الى معالجة حقيقية. اذا السؤال هنا نقول ما هي العوامل الأساسية اللي يجب ان يرتكز عليها التعليم في الوقت الحالي، وكيف هي المعالجة من ناحية العملية التربوية ومن تحديدا المراحل الابتدائية المراحل الأولية؟ شوف الجواب وراجعي. بالنسبة للسؤال اللي انطرح من جنابكم، العناصر الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها نمط التعليم، هو احنا عندنا طرائق تدريس، طرق تدريس هي نفس الأنماط أو الطرائق التدريس هي تقريبا يعني نفس المعنى تؤدي. في السابق في القرن السابق كان هنالك نوعيتين من أنماط أو طرق التدريس. بالنسبة للابتدائي، خاصة بالنسبة للابتدائية، نصيحنا احنا القراءة التوليفية واللي اعتمدت على فكرة علم النفس، الكل ثم الأجزاء. يعني أنا أعلم الطفل الكل مثلا أقول له هذه باب، من أكتب كلمة باب راح يحفظ شكل الكلمة، بعدين يجزها أنه هاي الباب تتكون من الباب الباء والألف والباء. فهذه يسعون القراءة التوليفية، وهي العالم الألماني كيشتاون. هذا نمط من أنماط التعليم، نمط من أنماط التعليم هي التوليفية. احنا عندنا كانت أيضا القراءة الخلدونية، قراءة توليفية وقراءة خلدونية. الخلدونية لا، تجزأ الكلمة ويحفظ شكل الحرف، ومن ثم تجمع لتكوين شكل الأعلى. يعني مثلا كلمة باب، أنا باء ألف باء باب، فتجزأ إلى أو تجمع لتعطي شكل الكلمة التي تؤدي إلى شكل لمعنى معين، معنى باب أو معنى سيارة أو معنى شباك وكذلك. يعني تعتمد على التهجي. هناك بالتوليفية لا، يعتمد على الصور، صورة الشكل، ومن ثم أجزأ الكلمة. هنا لا، بالعكس، كلمة تجزأ لتكوين صورة عامة. أما في القرن 21، تعرفون إحنا عندنا هسه حاليا عندنا الإنترنت ودخل التعليم الإلكتروني إلى مدارسنا وإلى جميع مفاصل الحاسبة، دخلت لجميع مفاصل الدولة، ليس فقط في الابتدائية أو في التعليم، لا، في جميع مفاصل الدولة. فهنا يا حبذا أنه لو إحنا عدنا نوعية توليفية وخلدونية، لا حبذا أنه ندخل الوسائل التعليمية الإلكترونية للطالب. مثلا هسه لو نشوف دول الغرب يستخدمون التابلت، يستخدمون الآيباد في سبيل أنه يوصلون الفكرة. هو أنا شنو عندي إيصال الفكرة للطالب، أوصل أنه هذه الفكرة للطالب، أقول له أنه هذه الأساس، أوصل الفكرة للطالب. فممكن أنه أوصل الفكرة للطالب عن طريق الوسائل التعليمية الإلكترونية، عن طريق التابلت أو الآيباد، أو عن طريق حتى الفيديوهات ووسائل تعليمية المصورة الأخرى، ممكن أنه ندخلها في سبيل إيصال المعلومة للطالب، لأن العلم يتطور والعلم ده يتطور إلى الأمام، مو ده يتراجع بالعكس. إذن إحنا بإمكاننا في القرن 20 استخدام جميع الوسائل الإلكترونية في سبيل إيصال البيانات والمعلومات إلى أولادنا، حتى تكون أسهل وأسلس، بالعكس بتكون بيها تشويق أكثر لأولادنا. إذن مشاهدينا الكرام، البيئة التربوية في العراق تعاني من مشاكل كثيرة، لا زال تلاميذنا لحد الآن يتعلمون بنفس الطرق القديمة والتقليدية للمناهج، لا زالت طرائق التدريس هي قديمة ومرفوضة، حيث طبعا يكلف التلميذ بالحفظ لمادة معينة أو يعني المنهج الموجود بمواد تحفظ عن ظهر قلب، وهذا يجب أن تكون حفظ تام تحديدا. يعني احنا إذا جينا حكينا من الروضة أو من مرحلة التمهيدي، تعطى هذه الأمور للطالب ونعلم على الحفظ. هذه طريقة مرفوضة وقديمة مع التطور الحاصل في العملية التربوية الآن في كل دول العالم. طبعا بالإضافة إلى تأدية امتحانات فردية، وأيضا يجب أن تكون الأسئلة
موجودة من المنهج. يعني إذا تغير صيغة السؤال مجرد أنه هو نفس المنهج ونفس المادة الامتحانية، لكن مجرد أنه المدرس أو المدرسة لعبت بها السؤال بطريقة معينة أو غير صيغة السؤال، هنا نشوف الطلاب يشكون ويقولون أنه هذا السؤال هو من خارج المنهج، هذا ما موجود. السبب شنو؟ السبب أنه إحنا بطرق التدريس ما نقدر أنه أو ما نحاول أنه إحنا نكون مع بقية الدول بهذه النقطة، نحاول نعطي أمثلة هي مشابهة للموضوع الدرس حتى إحنا الطالب يكون غير محدود الفكر، يعني حتى يبدي يتطور وأيضا تكون هناك عنده مهارات. هذه الحالة هنا ما نقدر أو المعلم المدرس ما يقدر يميز الطالب الموهوب، ما تقدر هنا تبين الفوارق بين الطلاب. فهنا الموضوع بحاجة إلى تغيير طرائق التدريس، إنه تكون هي مواكبة للحداثة والتطور، بالإضافة لأنه موضوع الحفظ أنه يجب أن يلغى. دول العالم ما عندهم شيء اسمه حفظ على الغيب، ماكو شيء اسمه معاقبة، ماكو شيء اسمه امتحان. هنا نشوف الطالب هذه أسباب أدت أنه هو يتسرب من المدرسة بسبب أنه هو ما يقدر يحفظ، وإذا ما حفظ المعلم يعاقبه الدرجة أنه تكون هي كلش واطئة، هنا يعني تكون هناك بينه وبين الطلاب ما يحترموه. ماكو هذا الشيء، انه احنا يجب تكون المعاقبة المحاسبة على الحفظ. احنا هنا منهجنا هو فقط لأداء الامتحانات وليس الاستفادة منه ما بعد الامتحان. فالسؤال هنا يقول هل طرائق التدريس في العراق مناسبة؟ هل الحفظ عن ظهر قلب هو راح يؤدي بالطالب إلى التفوق والنجاح؟ لأن بقية دول العالم يركزون على تنمية قدرات الطفل الطالب طبعا وليس الحفظ. تعالوا نشوف الجواب وراجعين. بالنسبة لطرق التدريس المراحل الابتدائية غير بصراحة مناسبة للمرحلة الابتدائية، ولعدم بصراحة دخول أغلب ملاكاتنا التعليمية لهذه الدورات، وكذلك لافتقادنا إلى التطور الموجود في الأنشطة والفعاليات في الدول الأخرى والدول الأوروبية. يحتاج ملاكاتنا وخصوصا في الفترة الأخيرة المحاضرين الموجودين الدخول وزجهم في دورات تخص طرائق التدريس الحديثة والأنشطة والفعاليات اللي موجودة. الشيء الثاني أيضا نحتاج الوسائل التعليمية، لأن بصراحة احنا بالنسبة للحفظ عن ظهر قلب غير ممكن في اي مرحلة دراسية بالنسبة للمدارس الابتدائية، لأن تحتاج الى طرق حديثة، تحتاج الى انشطة حديثة، تحتاج من اسئلة واقعية تخلي التلميذ يستطيع ان يكون قريب على المادة. لأن حقيقة التطورات الأخيرة اللي حدثت هي الطرق الحديثة اللي تستخدم في التعليم. حقيقة أكو دورات احنا دخلنا عليها ملاكاتنا ودخلنا عليها، هذه الدورات جدا مهمة لكن ملاكاتنا كثيرة. وكذلك الفترة الأخيرة تم زج محاضرين بالنسبة أيضا كبيرة في مدارسنا، هؤلاء لم يدخلوا الدورات في الأنشطة الفعالة والطرق والأساليب الحديثة، يجب أن ننزجهم في هذه الدورات. وكذلك أيضا أغلبهم ما دخل أيضا النفس العفو علم النفس التربوي أو علم النفس الطفل، يعني هذا جدا ضروري بالنسبة لملاكاتنا، لأن مهم حتى يستطيع أن يتعامل مع تلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث إذا كان التلميذ يحب المعلم ماله يستطيع أن يأخذ من بعض الأمور اللي تهم هذه الدروس. لذلك دائما نقول إحنا
حتى الابتسامة هذه مهمة بالنسبة للمعلم، لأن تعتبر من الوسائل التعليمية المهمة اللي تزرع الثقة بالنسبة لتلاميذنا. إذا المشاهدين الكرام تعالوا نقارن هذا الموضوع مع بقية الدول، نبدأ بالسويد. طبعا نظام التعليم في السويد هو نظام متطور ويثير فضول الكثيرين بسبب تصنيفه المتقدم ويكون بالمراحل الأولى، وهذا طبعا بسبب أنه لا يكلف التلاميذ أعباء ولا الأهل أعباء المناهج ويعني شرائها وغيرها من التفاصيل، بالإضافة لأنه هدفهم هو تمكين الطفل من مهارات مهمة في الحياة. إذا أجينا حكينا عن المنهج، طبعا مدارس السويدية هي معتمدة على نظام التعليم في القرن 21. أول يعني الدروس اللي يتعلموها هو شلون مصادقة البيئة، بالإضافة إلى التعليم الرسم، الموسيقى، تعليم الأمور الدينية، بالإضافة إلى اللغة السويدية وغيرها من التفاصيل. هاي في المراحل الأولى، كان يكون أول ابتدائي ثاني ابتدائي. من يوصل مرحلة الثالث ابتدائي يبدون بتعليمهم باللغة الإنجليزية، وهذا مهم بالنسبة لهم لهذه الفترة فقط. الهدف شنو؟ الهدف إنه ماكو شيء اسمه إنه يحفظ الطالب، هدف إنه شلون أعلمه على قدرة التواصل والتعلم. هنا نشوف ماكو شيء اسمه امتحان، ماكو اختبارات. الاختبار شو وقت يبدي؟ يبدي مع بالصف الثالث، وهو يكون فقط باللغة السويدية واللغة الإنجليزية، ويكون في الرياضيات يعني الحساب. السبب شنو؟ السبب انه يقولون انه هذه المادة هي ما بيها لا نجاح ولا رسوب، مجرد اختبار يقيمون قدرات الطالب على الفهم والاستيعاب فقط، يعني ماكو طالب نجح او طالب رسب وماكو درجة نهائيا، فقط تقييم. إذا جينا حكينا على التزامهم بالدوام، التزام الطلاب السويديين بالدوام التزام تام، يحق للطالب فقط الغياب 10 أيام في السنة فقط. إذا زاد عن الحد المعلن عنه هنا راح يكون اكو تواصل مع الأهل، شنو الأسباب ليش بده يجي الطالب للمدرسة، وتبليغ الشؤون الاجتماعية بهذا الموضوع حتى يعالجون السبب، شوفون سبب من الأهل دي منعوهم او الطالب ما يريد، وعلى اساس هذا يعالجون المشكلة، سواء الطالب كان عنده حالة نفسية او الاهل يرفضون ان بسبب مشاكل في المادة وغيرها حتى يعالجوها. احنا بالعراق هنا ما عندنا هذا الشيء، ماكو شيء اسمه متابعة الاهل، ماكو شيء اسمه اتصال مع الاهل والتواصل حتى يعرفون شنو السبب. فقط اذا كان الطالب هو مو يعني مستواه الدراسي سيء او يعني نوعا ما متوسط، ماكو تواصل ومعرفة الاسباب، ممكن يكون عنده حالة نفسية، ممكن عنده مشاكل بالبيت، ممكن الامور الاب منفصلها، كلها امور تأثر على الطالب. في العراق ماكو هذا الشيء. مشاهدينا الكرام ننتقل احنا وياكم الى دولة اخرى وهي كوريا الجنوبية. النظام التربوي في كوريا الجنوبية يعتبر نظام حديث، وهو يقوم ويهتم بصورة فعالة باكتساب المهارات والقدرات الأساسية، بالإضافة إلى يهتم بالتطوير النوعي للعملية التربوية والعلمية، بالإضافة إلى أنه يشارك بدور كبير في تنمية القدرات للطالب. هاي يساعده في بناء الإنسان الواعي المبدع الملتزم بالعمل والأخلاق. طبعا إذا جينا حكينا عن منهج الدراسة في كوريا، هو منهج متطور يهتمون ب يعني تربية الأمانة، تربية على المهارات الحياة والأساسيات أو الأشياء المهمة والأساسية بالحياة، بالإضافة إلى التربية على الرياضة والحرف اليدوية وغيرها من التفاصيل. أيضا الدوام يكون في كوريا الجنوبية هو دوام إجباري، وتحديدا في المناطق الزراعية، واللي ما يداوم طبعا واللي ما يسجلها يكون إلى محاسبة يعني صارمة من قبل الجهات المعنية بهذا الموضوع.
طبعا حالة حال باقي الدول ايضا يكون هناك يعني بعد المرحلة الثالثة ابتدائي تبدي اللغة الانجليزية والاشياء المهمة كالحساب وغيرها بتعليم الطلاب، بالاضافة الى موضوع الامتحانات ايضا ماكو شيء اسمه امتحان. السبب انهم حتى ما يخوفون الطالب وما يصير عنده رهبة او انه هو يبدي يتخوف من موضوع الامتحان ويترك الدراسة مثل ما هو موجود بالعراق. اما اذا اجينا حكينا عن المدرسين بكوريا الجنوبية، طبعا همهم الاساس هو اكتساب الطالب للمعرفة، وحتى لو انه هو ما استوعب المادة بالوقت المحدد بالدراسة ممكن انهم يستمرون ويا الطالب الى وقت طويل يصل الى الليل. المهم والهدف انه كيف الطالب يستوعب المادة، كيف انهم يوصلوا للمادة بصورة صحيحة، وانه هو يكتسب المعرفة بصورة صحيحة. ليش؟ لان هذا بالتالي راح يعود الى بالايجاب بحياته من يعني عندما يكبر، وهذا كله راح يعود الى بالايجاب بالتزامه بالوقت وبالمنهج وبالتعليم. مشاهدينا الكرام، ننتقل احنا وياكم الى دولة اخرى وهي اليابان. نظام التعليم في اليابان وطرق التدريس هي مهمة جدا واثبتت فعاليتها بوقت قصير، وكانت هي الاكثر تميزا بفترة قصيرة. اصبح انه دول العالم تبحث عن طرق تدريس مهمة وجديدة في اليابان. اذا جينا حكينا عن المنهج التربوي اللي تتبعه اليابان، طبعا حال حال بقية الدول يهتمون بمهارات الطفل وتنمية قدرات الطفل، يعني من الموسيقى، الجمباز، الرياضة، الرسم، اللغة الأساسية اللي هي لغتهم، يعني هاي الأمور مهمة عندهم، بالإضافة إلى درس مهم جدا ما تقدر أي مدرسة تستغنى عنه هو درس الأخلاقية. درس الأخلاقية هو درس يعتمدون عليه بصورة أساسية باعتبار أنه هي راح تكون بنية الطالب وهي راح تكون الأساس في تنمية قدرات الطالب. احنا هنا بالعراق طبعا لغى هذا درس الاخلاقية، اعتبر انه هو مو مهم، اعتبرت انه دروس الفيزياء والكيمياء هي الاهم، لكن في بقية الدول انه درس الاخلاقية هو الاهم وهو اللي راح ينهض ببلدهم باعتبار من الاخلاق اولا. بالاضافة لانه موضوع الامتحانات ماكو شيء اسمه امتحان طبعا نهائيا حال حال بقية الدول، ولا اكو يعني حفظ، شيء حفظ انه يحفظوه لازم وتجي المعلمه تسمع، والمعلمه اذا طالب ما حافظ يتعاقب، وانه هو لازم يوقف قدام الطلاب او لازم يروح للمديره وغيرها من التفاصيل، يعتبرون من اساليب الترهيب والتخويف للطالب، فهذا الشيء ممنوع. بالاضافه الى اكو نقطه مهمه جدا ايضا هي مساله المدرس الخصوصي. ماكو شيء باليابان اسمه درس خصوصي، المدرس هو الكفيل باستيعاب انه او يفهم الطالب وانه ان يستوعب المادة بصورة صحيحة، يلا يقدر المعلم انه يكتفي عن التدريس. وايضا من النقاط المهمة اللي هي مشتركة بها بقية الدول موضوع النجاح والرسوب. ماكو شيء اسمه هذا الطالب ناجح او هذا الطالب رسب، ماكو شيء اسمه امتحان، بالاضافة الى انه ماكو شيء اسمه انه هاي درجته قليلة وهذا درجته عالية. هنا الهدف واللي تسعى الى الجهات المعنية في اليابان بما يخص النظام التربوي هو اكتساب الطالب للمعرفة والمفاهيم المهمة في الحياة. هنا بالعراق ماكو شيء اسمه انه يكتسب معرفة، احنا عندنا الطالب يحفظ الدرس حتى يسمع للمعلم بالتالي حتى ياخذ درجة عالية، مو مهم الطريقة سواء كانت بالغش، سواء كان انه مدرس اعطى اسئلة، سواء مدرس ساعده، سواء صديقة ساعده، سواء انه هو دخل براشم وغيرها من التفاصيل. الهدف شنو واللي اساس عندنا بالعراق انه شلون الطالب يحصل على درجة عالية وانه هو يكون نمبر 1 بين الطلاب، فهذا الشيء ما موجود. لهذا هناك ماكو شيء اسمه انه اني اساعد او انه اني اكون الاول بهذه المرحله، الكل سواسيه. بالاضافه حتى اذا كان طالب هو
استيعابه قليل، ماكو شيء انه هو ينعزل، بالعكس في اليابان يختلط مع بقيه الطلاب ومع الشطار حتى ياخذ من عندهم وحتى يستوعب وحتى تكون له يعني حافز. اكو نقطه مهمه ايضا في اليابان انه ماكو عمال نظافه، ماكو عمال نظافه اللي هم ينظفون بالمدرسه. السبب شنو؟ السبب انه حتى يعلمون الطالب انه هو يتحمل مسؤوليته، انه شلون يحافظ على البيئه الموجود بيها، شلون انه هو ما يرمي الاوساخ بالارض وهو اللي كفيل انه هو اذا رمت انه هو يشيلها. يعلمهم على موضوع العمل الجماعي، التفاهم، على تحمل المسؤوليه، وهذا كله بالايجاب عند الكبار. النقاط المهمة التي يجب أن نذكرها بحلقتنا لهذا اليوم بما يخص المناهج التربوية، أنه نقص الكتب المدرسية يعود إلى الواجهة مع بداية الموسم الدراسي الجديد. وحسب ما صرحت وزارة التربية ذكرت أنه هالسنة ماكو طباعة جديدة للكتب المدرسية للعام الدراسي سنة 2022-2023. يابا ليش؟ لأن عدم إقرار الموازنة طبعا، على الرغم من أنه وجود عائدات هائلة للنفط، لكن يقولون ماكو فلوس، ماكو موازنة، ما نقدر نطبع. موضوع عدم طباعة الكتب يحتاج إلى وقفة جادة، يحتاج إلى يعني متابعة الموضوع بصورة جدية. ليش؟ لأن موضوع الطباعة وموضوع الكتب الجديدة يؤدي جملة من يعني الأمور اللي هي أنه هي الكتب الجديدة تدخل الفرحة والسرور للطلاب، تحديدا مراحل ابتدائية وتحديدا الصف الأول. يعني فما بالكم أنه طالب صف أول رايح بكل فرحة وبكل بهجة إلى المدرسة، وشون أنه الأهل يحاولون أنه يقنعوا هاي المدرسة وراح تستفاد وكذا تفاصيل، يجي يستلم كتب ممزقة، متربة، تعبانة، يعني نشوفها انه هي ما تؤدي الغرض، او يعني مثل ما نقول بالعامية انه هي كلها شخابيط وغيرها من التفاصيل، او تكون كتب انه هي محلولة مثلا الرياضيات وغيرها. هنا الطالب راح ينصدم انه هو رايح بصورة يرجع بصورة ثانية. هنا نحتاج الى انه نعالج هذه المشكلة، يعني هي ابسط الامور اللي يجب ان توفرها وزارة التربية والمدير العام للمناهج بما يخص الكتب للطلاب. هذا افضل الامور والاهم. احنا دائما يذكر انه نبحث عن التطور، نبحث انه لازم نكون مثل دول العالم، ولازم نغير المنهج، ولازم نصعبه، ولازم كذا تفاصيل، لكن شوف الامور اللي هي ابسط شيء احنا مهتمين بها، شلون طباعه الكتب ما موجوده هالسنه. نجي نسال هنا يابا ليش ماكو طباعه؟ ماكو فلوس. هنا راح يدخل كاهل المواطن اكثر، بانه بالاضافه الى شراء مستلزمات المدرسه من الملابس، من القرطاسيه، من الامور اللي يحتاجها والجنطه وغيرها من التفاصيل، ينصدم بشراء للكتب. يعني هنا الاهل يضطرون الى شراء الكتب. وين يروحون يلقوها؟ يلقوها بسوق السوداء حسب قول الاهل وبالشارع المتنبي بالمكتبات. هنا شلون تكون متوفره اذا احنا ما عندنا كتاب؟ او الطالب يداوم مثلا يوصل فد شهرا من المدرسه دوامه يلا يستلم بقيه الكتب، او ماكو كتب. هنا الاهل شلون يروحون يلقوها بسوق السوداء بالمتنبي بالمكتبات؟ شلون تكون موجوده وعلى الرغم من يلقوها جديده؟ طبعا السؤال هذا لازم نطرحه للجهات المعنيه حتى يجاوبونا عليه. إذا ماكو طباعة وعندنا نقص بالكتب، شلون تكون هي متوفرة بالمكاتب والسوق السوداء والمتنبي وغيرها من الأماكن؟ تعال نشوف الجواب وراجعتكم. بالحديث عن طباعة الكتب، نقص في الكتب، نعم ما موجود في المكتبات وفي الأسواق من كتب منهجية هي ليست طباعة وزارة التربية، إنما هي سحبت من موقع المديرية العامة للمناهج. المديرية العامة للمناهج لديها موقع توجد فيه كل المناهج الدراسية رقمية، تهيئها في وقت مبكر وتم
وترفعها على الموقع الخاص بها. هناك بعض المكتبات تقوم بسحب هذه الملفات الرقمية وطبعها ثم بيعها على شكل كتب أو على شكل ملزمة. هناك بعض الطلبة يتهيأ في وقت مبكر لدراسة مرحلة أو لدراسة مرحلة لاحقة، وهذا أيضا دليل على أنه الكتب المتواجدة في المكتبات هي ليست من وزارة التربية أو من المطابع أو من المخازن، إنما هي تسحب من المكتبات على شكل ملازم. نتمنى إن شاء الله هذا العام أن يكون هناك حل لهذه الكتب المنهجية، وأيضا هي تنويه وهو بمثابة نداء إلى كل أخواننا وأصدقائنا وزملائنا وأبنائنا من الطلبة المحافظة على ما تملك من كتاب، لأنه هو ملك العام، بالتالي هذا الكتاب يذهب إلى غيرك في المرحلة المقبلة وفي السنوات المقبلة، من أجل أن يقرأ به هو أيضا ويأخذ الاستفادة القصوى من هذا الكتاب قدر الإمكان بالمحافظة عليه من التمزق أو الكتابة داخل هذا الكتاب، ربما يزيد من الإشكالية في الفهم. لذلك نتمنى من كل طالب ومن كل تلميذ الحفاظ على هذا الكتاب وتجديده بشكل جيد وتسليمه في نهاية العام إلى المدرسة. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب التركيز على بعض النقاط واللي هي أهمها. يجب على وزارة التربية إعادة النظر ببعض المناهج التربوية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بالإضافة إلى يجب يكون هناك تطوير من ناحية طرق التدريس وذهنية المعلم، وشلون انه احنا نحاول انه نكون هناك دورات مكثفة للمعلم حتى يقدر يوصل المعلومة للطالب بالطرق الحديثة. ثانيا، يجب ان يكون التعليم الحكومي رصين، ويجب ان ياخذ الطالب كفايته العلمية منه لان هو الاساس. وهذا التدهور طبعا الحاصل في العملية التربوية تتحمل الحكومة، ليش؟ لان هي الاساس وهي المسؤولة عن اي قرار يصدر بخصوص التعليم. إذا المشاهدين الكرام، نتمنى أن الرسالة وصلت للجهات المعنية وأن يعني تكون هناك معالجة حقيقية للموضوع. إذا ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج ليش لا. إلى اللقاء.